أعلن على حضراتكم اسم الفائز بجائزة شهر فبراير لمسابقة أبطال LG، واللي كانت بعنوان شريك الحياة، اللي فازت فيها الفائزة عبير عطية عبد الغفار من اسكندرية. عبير ست مصرية جدعة، وقفت جنب جوزها وأسرتها وزي كل الستات المصرية. الغريب بقى مين اللي بعت قصتها؟ اللي بعت قصتها هو جوزها على فكرة، الأستاذ سامح. خلونا نعرف إيه حكايتها، حكاية عبير اللي فازت بالجائزة. ومعايا على دلوقتي على التليفون عبير عطية. أولا ألف مبروك يا عبير. الله يبارك فيك يا أستاذة بسمة، مين قدك زي يا عم؟ حضرتك. ألو، بقولك مين قدك يا عم، مبروك يا عبير. الله يكرمك، والله العظيم أنا فرحانة جدا والله، يعني ما تتصوريش يا دكتور. الحمد حبيبتي. لله، والله الحمد لله، طب بقول لك يا أنا عبير، مش فرحانة بالجايزة قد ما فرحانة بالكلام اللي قالوا عني وجوزي، ولو إن ده حقه ما انا والله. لسه كنت هقول لك، بس انا عايز اعرف هو قال ايه. انا ما اعرفش، قولي لي، لازم هنا نعرف. أنا فوجئت والله إن هو كتب، يعني إن أنا سنده وظهره، يعني لا ده هو ده يعني ده واجب كل ست مصرية بصراحة. أي ست مصرية لازم تقف جنب جوزها في محنته، سواء مادية أو صحية أو لا. هو ده الشعب المصري يا دكتور. طبعا طبعا انا دي كمان الست سعيده المصرية. عشانك. طيب هل الله يكرمك. توقعتي ان قصتك تفوز بالجائزه، ولا انت عرفتي لما فزتي؟ لا انا لسه، انا فوجئت، انا عرفت، انا حتى ما اعرفش ان جوزي كتب الكلام ده الا النهارده، يعني من شويه بس كده لما كلموكي LG. لما كلموني. طب قولي لي يا عبير، انت شايفه ليه، يعني ايه اللي خلى جوزك ان هو يكتب قصتك ويبعتها لهم؟ هو علشان شايف ان احنا يعني الظروف اللي احنا مارين بيها، وان انا واقفه جنبه ما كلتش ما ملتش ما لا ولا حكل ولا حمل مدى الحياه، يعني طول ما ربنا اعطيني صحه وكده، لا انا هقف جنبه ودايما هبقى سند لحد ما نوصل ولادنا لبر الامان ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عبير انت بتشتغلي ولا ست بيت؟ لا انا بشتغل. طيب تقولي ايه لكل ست او لكل راجل من خلال بقى هذه التجربة، وقفتك جنب جوزك؟ طبعا انت ست جدعة وليكي كل الاحترام، الله يكرمك، ويعني مبروك الجايزة. ومين قدك الله يا عم؟ يكرمك، والله ومين قدك على جوزه اللي عارف قيمته برضو ما شاء الله؟ والله يعني دي أكبر جايزة، دي طبعا والله دي أكبر طبعا جايزة، الحمد لله، ده فضل ربنا عليا والله، الحمد لله الحمد طبعا. لله، ربنا عطيني جوز محترم وكل حاجة ليا في الدنيا الحمد لله. تقولي ايه لجوزك يا عبير؟ والله أنا رسالتك بقول لسامح ايه؟ ربنا ربنا يخليه لي يا رب، واديله الصحة والعافية، ويعني مش عارفة والله، مش عارفة أقول إيه بصراحة، يعني أعجز الكلام، يعني مش عارفة أقول إيه في حقه والله. هو يستاهل أكتر من كده بكتير، هو محترم يعني، ودي حاجة، دي أقل حاجة، والحمد لله يعني. وأي ست هتعمل والله اللي أنا بعمله ده، أكيد أكيد في ستات كتير كده يا دكتور والله في مجتمعنا. الست المصرية ست جدعة الست المصرية جدعة وأصيلة، والله يخليكم وأصيلة. لبعض يا عبير، وبشكرك جدا وألف مبروك وتحياتي لزوجك.